الباب السادس والسبعون ومئة. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. الطروق المجيء في الليل.